18-year-old. 18-year-old young male present with headache, nausea, vomiting, and seizure. خليه تي 2 يمه. بقي لي تي 2 دكتورة اكزيال واريد ساجيتال هوماتين تي 2 وبعدين احتاج كورونا، بس هسه ساجيتال خلي اشوف هالشغله. ما في ساجيتال ما عنده؟ اي لانه من نزل من الفحص يعني رفضوا من اي يعني تحميله الفحص. اوكي اوكي يلا مشكله. هسه مبدئيا انطيني لعد كورونا، ماكو واحد كورونا انطيني. اوكي مع تي 2. اوكي اوكي سمعتين. اوكي دكتوره هسه خلي لي الكورونال وخلي لي الاكزيال التي 2. فلير عندك شيء؟ فلير شردتي بالسجيتال دكتور؟ بالسجيتال ردت. بالسجيتال ردت اشوف ال بصراحه دكتور هسه خليها بس اعلق حتى اقول لك انا ليش ردت السجيتال. هسه هذا ام ار اي تي 2 axial and coronal view show dilatation of the lateral ventricle, third ventricle, still the fourth ventricle of normal diameter. دكتورة بس رجعي لي هو axial at level of cerebellum. أريد الفورث ventricle طلعي لي إياه. هياته. اي بس خلي اشوف بعد شوي حركي لي عافيه يعني اي هو اوكي من الاب تو داون مالت السيربلم. هسه انا الاحظ انه الفوليا مالت السيربلم كلها ترانسفيرس صايره بهالسكشن هذا نفس الشيء همات يعني على هالليفل حركي لي بالكورونال بالضبط. اي اي عشان تفيدك. اوكي اوكي فاذا هنا هسه الفايندينغ صار عندي واضح انه اكو دايليتيشن باللاترال فنتركل بالثيرد فنتركل اكو ترانسفيرس اورينتيشن اوف ذا سيربيلر فوليا. هذه ال هاي دكتوره كافي تحركي لي بس بقي لي ات ليفل اوف سيربيلم لانه اني الفورد فنتركل يهمني بدي اشوف اكو دكتال ستينوسز ويا الكيس هذا اللي جبالي. طبعا واضح انه اكو عنده بانساينوسايتس هاي هيتشي اوت اوف فيلد. فدكتور هذه الحاله تسمى تحضرني رامبو انكيفالوسينابسيس هذه وامشي الاكو دكتال ستينوسز ممكن تكون اسوشيشن وياها غير فايندينج ما عندي ماكو نو اس او ال ما عندي فت فايندينج لو دكتور. شكرا جزيلا دكتورة فاطمة. رامبون كيفالو سينابسز بلي سينابسز اوكي وياها سسبيشن مال كودكتر ستينوسيس بس نحتاج سجيتال. شو تشوفين بالسجيتال بالاكويدكتال ستينوسيس دكتور؟ الفنل ساين. الفنل ساين او شو يسموها فنلنج او
ترامبت شاين مثل البوق يصير بلي. يعني اللور اسبكت مالته نارود وال السوبيريور بارت وايدن بلي وايدن بلي. اوكي نروح على رغده. شكرا فاطمه. دكتوره رغده ويانا بعدك. نعم استاذ. نعم استاذ. يور اوبينيون. هلا صباح الخير. استاذة سهية، مثل ما دا اشوف انه انا دي قدامي اكسيال كورونال تي 2، شفنا انه اكو مارك دايليتيشن اوف ذا لاترال اند ثيرد فنتريكل، وطبعا الفورث فنتريكل نرو يعني بوينتد بوستيريورلي، اكو بي يعني نروين، ودا اشوف انه الدنتيت نيوكليوس يعني فيوزد، و also there is a fusion of cerebellar hemisphere. دكتورة بس مشي ال تي 2 بلا زحمة، الاكسيال تي 2 مشي الاكسيال ماكو فد بارانكايمال ليجن بعد مشي يعني هو ال cerebellum واضح إنه أكو fusion بال both cerebellar hemisphere، فهي هاي يعني تقريبا السبب الكورونا والسبوت إنه هي هاي دونالد دوك sign of rhabdoencephalosynapsis من اللي هي ال يعني form of cerebellar rhabdo يسحولها لا رامبو sorry رمي الكفالة. نعم، هي form of cerebellar fusion anomaly. صحيح، cerebellar fusion anomaly. نعم، استاذ يعطيك. ويجون with hydrocephalus، مو صحيح؟ بس يبقى الفورث ventricle. نعم، استاذ يعطيك واضح إنه أكو fourth والthird dilated، وقلنا إنه fourth هو pointed posteriorly، كأنه يشبه ال keyhole sign أو diamond shape. دكتوره جيتي كورون الساجيتال ماكو؟ لا ماكو، يعني من ورا الفحص طلبنا منهم نكمله، لا يعني ما قبلوا هم. فكتبنا حتى سجستشن بال اي اشوف السوبراتنتوريال الكوربس كالوزوم والسبتم بيلوسيدم بس سادي تشور البراوز. يعني ماكو فد associated suprasensorial anomalies. بل شكرا دكتورة رغدة. نروح على الكيس. يلا دكتورة نبراس رياض، احكي لنا على الكيس findings. دكتور هو 18 years old male. هو اصلا عنده developmental delay وريسنتلي صار عنده هيديك نوزيا وومتينج اند اتاكس اوف سيجر. ذير از بايلاترال يعني ذير از لاترال فنتريكولار دايليتيشن ثيرد فنتريكول سايرين هايدروكيفالاس بال سيربلام نشوف فيوجن صاير بوث سيربلر هيمسفيرز وذ ذا ترانسفيرس اورينتيشن اوف ذا فولياي and the dysplasia of vermis for diagnosed as rhombencephalosynapsis. بل اذا مسويه توك نروح على التوك بنتي. نعم هذا very rare طبعا anomaly، يعني يمكن هاي اول كيس احنا نشوفه هذا بالنسبه لي. تفضل اذا مسويه توك حتى نروح على التوك. نعم استاذ سوي شو بنتي نبراس؟ اي استاذ هسه بس يفتح يمكن. فتح هو. الابروتش مالتنا هو posterior fossa congenital abnormalities. Posterior fossa malformation have been classified according to embryological, etiological or anatomical criteria. The morphological anatomical approach is varied between different authors. Tortori Donati classified the posterior malformation as cystic and non-cystic. Cystic associated with abnormal enlargement of posterior fossa CSF spaces
والنانسيستيك further divided into focal malformations involving the vermis or hemispheres or diffuse malformations involving both of them. البطل classified the posterior fossa malformation into two broad categories اللي هو الهايبوبلاستيك أو dysplastic, then further subcategorized them into focal or diffuse. اليوم الكلاسيفيكيشن هو حتى according to cerebellar hypoplasia, التو main broads اللي هو cerebellar hypoplasia or cerebellar dysplasia. Cerebellar hypoplasia, it means reduced cerebellar volume, divided into focal or generalized. الفوكال هايبوبليزيا يا اما هو الفيرمس ايزوليتد هايبوبليزيا ساير بي اور وان هيمسفيرز وان اوف بوث هيمسفير. جنرالايزد هايبوبليزيا انفولفينج يا اما يعتمد يا اما انلارجمنت بالفور فنتريكل او نورمال فور فنتريكل, وكذلك يتقسم الى نورمال بونز او مالفورميشن بالبونز. بينما السيربيلر ديسبليزيا اتس مين ابنورمال سيربيلر فوليشن fissuration and architecture of the cerebellar white matter. كذلك subdivided into focal dysplasia and generalized dysplasia. Focal dysplasia also, it means أما isolated vermian dysplasia أو isolated hemispheric dysplasia. Generalized dysplasia هو أما congenital muscular dystrophy أما cytomegalovirus infection. اليوم الكيس مالك now with differential diagnosis about focal dysplasia involving isolated vermian dysplasia اللي هي differential diagnosis. حتى نشوف ال vermian if we have any suspicion of vermian abnormality or malformation we have two radiological signs can assess if there is any abnormalities. The first هو the primary fissure. يعني البرايمري فيشر يعتبر كلو. إذا موجود البرايمري فيشر يعني if there is any suspicion of vermian abnormalities نبحث عن البرايمري فيشر. If it presents معناها اوكي ماكو اكو عندنا congenital anomaly. B السكند بوينت هو البرين ستيم فنتريكولار انجل او البي في انجل. شنو هي؟ هي انجل انتر يعني هي انجل انتربوست بين ذا دورسال اسبيكت اوف ذا برين ستيم اند فنترال بارت اوف ذا فيرمس. يعني هو تنجنشنال لاين درون بين ذا دورسال بارت اند فنترال بارت. عاده تكون ما بين 10 الى 40 ديجري. وهذه تبدي تقل ويا ايش قد ما يدي الجستيشنال ايج مالت الطفل. فاذا يعني مفروض بالترم اوف ذا بريجننسي ما تعبر ال 40 ديجري. فهي ذا جريتر ذا بي في ديجري انجل ذا هاير بروبابيلتي اوف فيرمين هايبوبليزيا. هسه هنا هذا ساجيتال ام ار اي اوف ذا فيتال فيتاس بال 20 ويك مثل ما نشوف بالابر رو. بال 20 ويك الانجل ويا قد ما يزيد الجستيشنال ايج تقل الى ان تصير تقريبا 10 او less than 10. بينما بالسكند رو او باللور رو نشوف انه still it's wide angle. هذا يعني ينطينا هنت انه اكو فد فيرميان ابنورماليتي صاير بيه. Roaming kephalosynapses, a congenital abnormality of the cerebellum characterized by absence of the vermis and continuity of fusion of both cerebellar hemispheres, dentate nuclei, superior cerebellar peduncles. This usually results in an abnormal small posterior fossa and an abnormally shaped fourth ventricle, which take on a diamond or keyhole shape. It either occur as an isolated anomaly and non-syndromic or as a part of wide cerebral malformation and it has variable degree of neurological impairment. The common clinical manifestation اللي يجينا يعني patient with truncal and or limb ataxia, abnormal eye movement, head stereotypes
and delay motor development مثل الكيس اللي عندنا جانا delay motor اصلا هو عنده delay motor development وهسه صار عنده attacks of seizure و headache و vomiting. Chromial cephalic synapses has been seen associated with الفاكترال أور غوميز لوبيز هرنانديز سيندروم اللي هو رومبين كيفال سينابسيس بلس ديفلوبمنتال ديلي سكالب ألوبيجيا عند تريجيمينال أنستيزيا. هاي الكيس مالتنا there is dilatation bilateral ventricles abnormal transverse foliation with effusion of the cerebellum. هذه الدنتيتي نيوكلياي والسوبيريور سيربيلر بيدنكلز فيوز فيسوينا ناروينج اوف ذا فورث يعني البوستيرير فورس كلها تصير ناروينج سمول اند نارو فينطينا الكي هول ساين اوف ذا فورث فنتركل. دونالد داك ساين يعني هذا البوستيرير ام ار اي يعطينا هذا الكورونال يعطينا هذا الفيتشر مال دونالد داك ساين. Other differential diagnosis هو الجوبرت سيندروم also known as vernian aplasia or molar tooth midbrain hindbrain malformation اللي هو autosomal recessive disorder where there is variable degree of cerebellar vernial agenesis. Two important radiological points هو absence of fiber decussation into the superior cerebellar peduncles and pyramidal tract result in elongated peduncles and hence molar tooth-like appearance. The second point in the fourth ventricle appear as bat wing. In a minority of cases, a minor lateral ventriculomegaly, which is 6-20% of cases, and corpus callosum dysgenesis, which is 6-10% of cases, is also present. نحن هذا المولر توث شيب راح نلقى أكو ديب بالإنتر بيدنكولار فوسة وياها ثيك إلونجيتد سوبيريور سيربيلار بيدنكولز and سيربيلار فيرمس هايبوبليزيا give us the shape of molar tooth. هذا ساجيتال سكشن MRI T2 يعني ينطينا هنت إنه enlargement بالفورث فنتركل due to vermian hypoplasia. The bat wing fourth ventricle due to Joubert syndrome. When associated Joubert syndrome, when associated with anomalies of the kidneys, liver, and or eyes, the term Joubert syndrome and related disorders is used, which are variable present. مثلا associated with ocular abnormalities like coloboma or retinal dysplasia, nephronophthisis, multicystic dysplastic kidneys, hepatic fibrosis, polydactyly occupational encephalocele. الثيرد ديفرنشال دايجنوسيس هو الايزوليتد انفيريور فيرمين هايبوبليزيا. الايزوليتد انفيريور هايبوبليزيا از ا باثولوجيك كونديشن ذات از كاركترايزد باي بارشال ابسنس اوف ذا انفيريور بورشن اوف ذا سيربيلم اند ذا ريميندر اللي هو الفيرمس از ويل از سيربيلر هيمسفيرز والفورث فنتريكل والبوستيريور فوسه اول هاف نورمال سايز اند اركيتكتشر. هذا المصطلح مال isolated inferior vermin hyplasia أكو بعض الدراسات أشارت إلى أنه هو داندي وولكر variant بس شاف أنه هذا يعني يصير confusion ويصير misdiagnosis. فيعني أنا قرأت article أنه كل مصطلح يصير واحدة يعني isolated واحد والداندي وولكر variant alone. The prenatal diagnosis of isolated inferior vermin hypoplasia is reliable after 18 to 20 weeks of gestation. هاي طبعا by ultrasound قصدون. Before 18 weeks gestation, incomplete caudal growth of the inferior vermis over the fourth ventricle may be physiologic. The fetal MRI imaging is more
sensitive and specific diagnosis of inferior vernian hypoplasia compared with ultrasound. لكن the false positive rate remained high اللي 30%. هذا هو the inferior portion. يعني هو هذا الفيرمس الحقيقة. هذا الفيرمس وهنا أنا صاير بي يعني الايزوليت نشوف احنا السيربيلا الفورد فينتريكول البرين ستيم كلها نورمال يعني this is the references. I thank you.